الحجاوي عبد الوهاب، وكقاعدة اليوم يقدم قصيدة بعنوان يا من قلبي عايشته في لوهام. هذه القصيدة نهديها لحذاري والأصحاب في خاطر غشي وجدة وناس الغربة واحد واحد، بلا ما ننساك خويا وحبيبي مراد ميلودي وخيك الطاهر من ناحية إيطاليا، عبد العالي التقي، سفيان العبدي، وسكان باري في طاعك أختي ليلى ورشيدة، سكان إسبانيا وغشي مرسيا واحد واحد، بلا ما ننساك خويا بن يونس سكان البدا خوزوة. وهذه القصيدة نقول فيها يا من قلبي عايشته في لوهام، قري وعلاش جبيتيه قلبي بدون سبة، ويا قلبي دفنتيه سكنتيها ظلام، راه مجروح ومعدم ومحال كان يبرى، بالخف عبدو نسيتيه وقطعتي حس الكلام، يهديك الله جاوبيني يا مرا، واش عوجوك عليا كبار نفام، ولا انتي بغيتي راكي مدبرة كانش لعبة، حاجة راهي فراسك معولة على الانتقام، انسيتي ما دوزنا سنين بالعشق والمحبة، ونسيتي كنت نقول لك داركم مجاورة الحمام، وكل ساعة ميساج نصوني عليك في كل وجبة، حتى في يوم الجمعة تقولي درت الطعام، ويا محبوب قلبي رواح وكاني حبة بحبة، يا كنت طب ذاتي يا فارس الحلام، افتح قلبك لقلبي وخليه لم يتخبى، يا محلاهم سنين لو يعودوا دوك الايام، قلبي راه مرض وتعدم في حارو الطبة، هذه بريتي لي هديها يا طير الحمام، قل لها يا ليلى انتي سببي وسببي الطلبة، عولت عليه هذا يخطط، الاخر يكتب بريش النعام، بالكذب شبعتيني وجربتي فيا كل عشبة، قطعتي قلبي اطراف وخلطته بالدم والعظام، عبدو راه يخلص هذه كانت في حلفة، يا من حب قلبي من دون الريام، ومثل الزلزال ضربتيني راني في وسط نكبة، من الصحبة صبت غير ورقة وقلام، هما سندي واللي يشهدوا في الحب عشت غلبة، أنا وشلة من الرجال دزنا في الحكام، اللي كنت نقول لها نبغيك راهي دخلتني الحبس قالت لي تربى، فوق 4 سنين حبي قالت لي تدوز عام، اما انا بالحريه راني عايشه عند ام وابا، انت العذاب تعيشه وانا في فرنسا روتردام، والله حلفت نعذبك وندورك مثل الخيط كبة في الكبة، وبين اصبعي لعبك تكسب مثل القلم، انسى ايام ما فاتت معاك ما بقت صحبة، هذا حال النساء يحبوا غير المادة والصدام، ويا غلط لا تربيش معاهم الكبدة، افطن يا فطين والسلغة لي يا غلام، أراك تعيش حياتك العذاب معاهم نبدأ، مثل أنا ما عنسى درت الصواب، هذا القصة ينتهى الكلام، في خطر الأحباب ما نساكش بودحرة يحيى الحجاوي الصالحي أحمد، وفي خاطر ميمون الصالحي وسكر الأرقار.